السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في لاشين دالي اورينتال. اليوم بغيت نوريكم الطريقه ديال كيفاش كنصبغوا الصابون ليكيد، يعني هذاك باش كنغسلوا يدينا بالبقايا ديال الصابون اللي تيبقى، ولا شي صابون مابقيتيش كتوتيليزي، ولا بغيتي تصبغيه انت راسك ولا تسلالك باش تغسلي. يعني مهم كيفاش ديري ديباني راسك. هو ساهل، الصابون اللي كان عندك. انا دابا ندير هذا ديال دوف، ما حيت هذا ديال دوف انا ما كنديروش لوجهي ديجا. فاش كتقراي شنو فيه هنايا راكي كتخلعي بيان سور، وريحته ما كنقدرش عليها. اولا ثاني حاجه هو سي فري كيخلي لابورت تبان زوينه، مي انا ما كنوتيليزيش لوجهي كاع تماما. دونك ها هو من بعد ما حكيته بالحكاكه، الحكاكه اللي عندكم يعني المهم غير باش يكون هكا رقيق وصغير وصغير في شي في شي في شي في شي حاجه على هذا الشكل هذا اللي عندكم. وتسخني بيان سور الماء طايب، تحاولي تخلطي. المهم وتاخدي هذا باش كنحركوا الكاطو وخلطي كلشي بيان سور. المهم تقدروا ديروا الكميه اللي بغيتوا، انا دابا درت كميه قليله غير باش نوريكم على هذا الشكل هكا. بقيت تخلطي حتى تشوفي هذوك الطريفات دابو، ولا بغيتي تقدري تستعملي الباتور باش تخلطيه مزيان والعناصر كلها تجمع مزيان. غادي نبقى كنحرك مزيان وهو تيدوب تيدوب، وفي التالي غادي نوريكم كيفاش غادي نولي نديرلو من بعد ما نحركو بالباتور. دونك فوالا، من بعد ما كانت عندي واحد القرعه خاويه ديجا كنت ساليتها من الصابون وغسلتها وعمرتو فيها وكيجي على هذا الشكل هكا. ها نتوما شوفوا كتخوي بخاتيك كيف ما يعني السوائل الاخرى الصابون الاخر، وشوفوا كي كيرغوي الرغوه ديالو زوينه والريحه كتبقى في اليد. ما نقولش لكم عليها، راكم عارفين الريحه ديال الدوف كي داير زوين. وها نتوما كي كيبقى الريحه والرغوه، وابخي فاش اون فوا كتغسليه كتحسي بواحد الرطوبيه في يديك. راكم عارفين الصابون تاع دوف اللي فيه هذيك لا ايدغاتاسيون مرطبات اللي فيه كيخليو لابور طبا، هذه ما نكرهاش، والريحه ديالو حتى هي زوينه. دونك كنتمنى الوصفه نتاع هاد الصابون ليكيد تكون عجبتكم، وهكا باش تكونوا نيت ما تبقاوش تلوحوا هذاك الطريفات ديال الصابون. انني انا كان عندي مشكل بعدا مع الوالده ديالي، ديما كنلوحهم لها. دونك دابا نقول لها ماما يتهناي صافي ما بقاش لوحهم لك، غنبقى نردهم لك صابون هكا. دونك فوالا، كنتمنى تكون لا فيديو عجبتكم، ولا عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك، و سي فوزيت با ابوني ما تنساوش تابوناو باش تزيدوا تشجعوني بلوس بلوس، وهكا نزيدكم في الفيديو. السلام عليكم.